طيب خلصنا اخبار النادي الاهلي، من اخبار النادي الاهلي نروح لاخبار نادي الزمالك. بيواصل طبعا الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهه النادي المصري البورسعيدي في منافسات بطوله الدوري. نادي الزمالك طبعا هيقابل المصري البورسعيدي مساء يوم الخميس اللي جاي، ده في الجوله ال 16 ان شاء الله من عمر الدوري المصري الممتاز. وطبعا الفريق كان حصل على راحه لمده 48 ساعه قبل العوده مره ثانيه للتدريبات امبارح، وبيواصل النهارده تدريباته بشكل طبيعي. استقر خلاص الجهاز الفني بنادي الزمالك على المغربي أشرف بن شرقي في التشكيلة الأساسية بعد عودته من الإيقاف لماتشين بعد الطرد طبعا اللي كان اتعرض له أمام مصر للمقصة. فريرا ماشي بشكل كويس مع نادي الزمالك بشكل مستقر، اللعيبة موجودة ماشيين بشكل كويس. بن شرقي بيعود مرة تانية للتشكيلة الأساسية، أكيد هيضيف لنادي الزمالك في الماتشات اللي جاية بينافس الراجل. الراجل شايف أن بطولة الدوري المصري هي البطولة اللي حاطط عينه عليها كده يعني بلغة الكرة، وماشي بشكل كويس لحد دلوقتي في الدوري. طيب بالنسبة لملف الصفقات والتدعمات بخصوص نادي الزمالك، بيراقب المسؤولين في نادي الزمالك شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا عشان يكونوا بيدعموا صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية بمهاجم محلي سوبر برتغالي. فيريرا أكيد بيرغب في تدعيم صفوف النادي الزمالك بمهاجم محلي سوبر زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم، بالإضافة كمان لمهاجم إفريقي قوي، يكون نادي الزمالك بيعاني من نقص كبير في مركز السترايكر صريح التسعة، مركز راس الحربة. ده اللعيبة اللي موجودة، يمكن شفنا سيف الدين الجزيري بيعرض للبيع، عمر السعيد عقده بينتهي. ففي الآخر فيريرا أكيد شايف ولامس حتة إن هو محتاج سترايكر. شادي حسين واحد من اللعيبة المميزين جدا، وأعتقد هيكون إضافة لنادي الزمالك في حال إن أنت تقدر تتعاقد معاه، يكون إضافة لنادي الزمالك بشكل كبير جدا. ماشي بثبات في المستوى وماشي بشكل كويس جدا مع نادي السيراميكا، فأعتقد إن في حال حصول توقيع شادي حسين لنادي الزمالك هيكون إضافة بشكل كبير جدا.